واضحة الصورة؟ واضحة دكتور. ماشي. اليوم راح نبدي بمحاضرة، الجزء الثاني المحاضرة الخامسة، اللي تخص موضوع الديستيليشن، كرود ديستيليشن. راح ناخذ هسه نكمل الجزء الآخر اللي هو بعنوان سايد درو تمبرتشر. يعني شنو نقصد به؟ احنا بالمحاضرة السابقة تتذكرون حسبنا درجة حرارة أعلى البرج، يعني مال الغازولين، واستخدمنا أنواع مختلفة من الرفلكس، رفلكس حار، رفلكس بارد، سيركوليشن، تذكروها يمكن. أوكي، خليني أذكركم بيها شنو اللي احنا هذا سوينا. انرجي بالانس على، شوف، سوينا انرجي بالانس على كل هذا البرج، كل البرج سوينا عليه انرجي بالانس، حسبنا به درجة حرارة على البرج بطرق مختلفة بأنواع مختلفة من الرفلكس. هسه شنو راح نطلب من عندنا؟ راح نطلوب من عندنا انه نحسب، نعيد حساب درجة حرارة السايد درو تمبرتشر، يعني كل المسحوبات الجانبية. منها المسحوبات الجانبية نقصد مثلا النفثة، الكيروسين، الغاز اويل، اذا اكو بعض الستريمات اخرى، كل المسحوبات الجانبية راح نعيد حسابها. اوكي، فهذا ان شاء الله راح يكون. والجزء الاخير راح نحسب الدايمتر مالت البرج التقطير. خلي اشير لكم هذا السلايد، هذا هسه وراح نحل هذا اكزامبل. هذا مطلوب من عندي هنا احسب درجه حراره، اعيد حساب درجه حراره الكيروسين. يعني هذا، شوف هذا الكيروسين، هذا الكيروسين ده اشر عليه، اريد احسبه. اوكي، فعاده احنا هي طبعا نفس الطريقه هي السابقه اللي تعلمناها، نخلي هذا البوكس او الانفلوب، هذا شوف هذا هنا نخليه، نحوطه بالصينيه اللي نريد نحسب درجه حرارتها. اوكي، طبعا الريفرنس تمبرتشر او الداتم تمبرتشر مثل ما قلنا، هي الفيبرايزيشن تمبرتشر، هي نفسها ما تغيرت، ستيل از ات. لكن شنو تغير عندي؟ وين مأشر انا هنا هذا؟ يعني حدود هذا البوكس، حدود البوكس هنا هذا موجود، هذا حدود البوكس، حدود الصينيه بدنا نشتغل عليها. من يقول لي من متواجد هنا؟ يلا، منو شنو، منو متواجد على هذا الحدود مال البوكس او على هالصينيه هاي؟ يعني انا بدي اشتغل على الكيروسين، منو متواجد على صينيه الكيروسين؟ اي واحد يرفع ايده حتى، منو متواجد على صينيه الكيروسين غير الكيروسين؟ هو الكيروسين هو موجود راح ينسحب، بس اكو فيبر موجود على صينيه الكيروسين. من يقول لي شنو الموجود؟ ها، ماكو اي جواب شباب؟ تسمعوني لو ما تسمعوني؟ علي غازي، نعم دكتور علي، نسمع. نعم دكتور، اي، منو شنو الفيبر اللي متواجد على صينية الكيروسين؟ كيروسين هو اصلا موجود، الكيروسين هو، بس اكو يا فيبر متواجد على هالصينيه ايضا. المتواجد على صينيه الكيروسين هو الفراكشن اللي اخف من عنده، لان تمر خلاله هسه، راح تمر خلال هذا. من يمر خلال هالصينيه؟ يمر خلال هالصينيه الغازولين، يمر النفثه، يمر الستيم، صحيح لو لا؟ بعدين تعبر وتنسحب من الاعلى، صحيح لو لا علي كلامي؟
علي، مريم، مريم خالد، أو مريم محمد يوسف، مريم تسمعيني بابا؟ زين العابدين، عابدين ماشي. إذا هنا أنا متواجد عندي على هالصينية اكو فراكشن اللي فيبر مالتها راح يكون هو لايت فراكشن، فراح شو تأثيره هذا تأثير راح يأثر لي على الكوندنسيشن تمبريتشر مال الكيروسين، يأثر لي على البارشل بريشر، وراح يأثر لي على الكوندنسيشن تمبريتشر مال الكيروسين. طبعا ذني هاي الفيبر اللي هي البويلينج بوينت مالته او البويلينج رينج يكون اقل من درجة حرارة الصينية يسموها الفيكسد جازز، يسموها الفيكسد جازز، وعرفنا شنو تأثيرها. اذا كانت البويلينج رينج مال هذا الفراكشن اللي مر على هالصينية يكون قريب على البويلينج رينج مال هاي الصينية المعنية، فيكون تأثيره قليل يتركوه. يعني هنا بحالتنا هنا عندنا اللي يجي مباشرة بعد الكيروسين هو النفة، فتأثير النفة ما يكون لها تأثير، يعني هذا ما لها إفكت. بس اللي بعيد أبعد، يعني اللي خلينا نقول اللي أخف من عنده مثلا الجازولين، مثلا الستيم، هذا راح يعتبروه كفيكسد جازز وراح تأثر لي على البارشل بريشر وراح يأثر لي على الكوندنسيشن تمبريتشر. يعني بهالحالة يعني خلينا نقول الحساب تأثر لي على حساب درجة الحرارة هاي الصينية. واضح هسه شنو المشكلة اللي عندنا؟ هنا عندنا فيكسد جازز. يريد واحد شوية وياي مصطفى حتى يشوف اني خاف قتوني. مصطفى علي؟ نعم دكتور، وياك واضح الصوت. واضح الصوت. خلي نرجع شوفون شو مسجلكم عني ملاحظات. السايد درو تمبرتشر. The method of calculation of calculating side draw temperature is much the same as the calculation of the top temperature. هي نفس الطريقة اللي نتبعها لحساب درجة حرارة أعلى البرج. عدا except that the complication arises because of the presence of low boiling material that pass through the droplet. عدا هو ظهور أو وجود low boiling material اللي هنا على مثل ما ضربنا بالكيروسين، قلنا هنا يكون موجود عندي النفة، موجود عندي الستيم، أوكي، موجود عندي الغازولين، هذه راح تسوي لي في تعقيدات معينة، أوكي. إيش راح نسوي إحنا؟ making heat balance upon the drawn plate. نسوي مثل ما شفنا هذا البوكس مالتنا على الصينية اللي نريد نحسبها، مو على كل البرج، على الصينية اللي نريد نحسبها. خلينا نشوف نحدد المشكلة شنو اللي عندي. In practice, steam and vapor of light product are usually present. شوف هنا ايش قلنا على الصينية هذه المعنية مالتنا الكيروسين، شو يظهر عندي؟ يظهر عندي الستيم، اوكي، وعندي اللايت برودكتس اللي هي اخف من الكيروسين. Are usually present. تظهر لي على هالصينية. And hence the effect of this vapor on the final condensation temperature must be estimated. لذلك تأثير هذا الفيبر على ال final condensation temperature، على condensation temperature، يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار. أوكي. اوكي هنا راح نجي اعرف الفيكسد جازز اللي حكينا عليه. The light vapors extended from material boiling at almost the same temperature as the side draw temperature product to material that are substantially fixed gases. يعني يقول هذا
الفراكشن او هذا اللايت فيبر اللي هو الجازولين والستيم والنفه اللي هي البويلنج رينج مالتها اقل, شافت نفسها هي هاي الفيبر هي البويلنج رينج مالتها مثلا الجازولين هنا 203 283 البويلنج رينج مالتها او البويلنج تمبرتشر مالتها, خلينا نقول شافت نفسها على صينيه الكيروسين وهي البويلنج بهالصينيه درجه الحراره 450 فهرنهايت, يعني هي موجوده البويلنج راح تشوف نفسها بدرجه حراره اعلى من الدرجه الحراريه اللي راح تنسحب بها. هذه يسموها الفيكسد غازز. واضح شنو نقصد بالفيكسد غازز؟ احد مصطفى واضح شنو نقصد بالفيكسد غازز؟ علي غازي. نعم دكتور مصطفى وياك. دكتور هسه دخلت للميتان والله كان عندي شغل فهسه يلا بديت اكنك يعني. علي غازي اللي انا علي غازي اليوم راح اكلم به. علي علي غازي. نعم دكتور واضح الفكره دكتور انا ما اسمع مدح يعني الصوت يمي كلش مو واضح شو القصه النت يم اي والله النت يم ضعيف انا شويه ماشي يوسف يوسف اريد احد اشوف يعني اذا تفهمون المحاضره ولا لا يمكن يكيني معي لو ما كاكين. نرجع على الفيكسد غازز شنو نقصد بيه الفيكسد غازز؟ فيكسد غازز معناها اللايت فيبر مثلا غازولين نفثة الستين اللي هي البويلينج رينج او البويلينج بوينت مالتها تكون اقل من درجة الحرارة اللي الصينية المعنية مالتنا. يعني هنا مثلا قلنا هنا 450 وهي البويلينج رينج مالتها خلينا نقول 283 300 فشافت نفسها بدرجة يعني مو شافت نفسها هي دا تمشي على تعبر من صينية الصينية اوكي فالبويلينج رينج مالتها راح يكون مالتها يعني راح تكون بدرجة حرارة اعلى من الدرجة الحرارية اللي حتنسحب بها. هذه يسموها الفيكسد غازز اوكي. Those vapor materials, هاي نقصد بها fixed gases, which are far above their boiling point, behave as a fixed gases and lower condensation point. شوف شنو تأثيرها هنا على هذه اللي الفيبر ذني اللي هي درجة حرارتها تكون boiling point مالتها تكون أوكي أقل من درجة الحرارة هذه الصينية. أقل من درجة حرارة الصينية هذه راح تأثر لي على تقلل لي الكوندنسيشن بوينت. تقلل لي كوندنسيشن بوينت حسب قانون دالتون. أو تقلل البارشل بريشر. يعني هو البارشل بريشر له علاقة بالكوندنسيشن. أوكي فراح تقلل لي البارشل بريشر. Just as steam does, but those vapor material which are at or near their boiling point are not effective in reducing the partial pressure. هذا من اللي يسوي الـ مثل ما قلنا اذا عدنا دا نشتغل على صينيه الكيروسين اللي يجي بعد الكيروسين ينسحب اللي هو النفث يكون قريب عليه هذا ما له تاثير. البعيد اللي هو الغازولين والستيم هو راح يكون هو الفيكسد غازز هو اللي يكون له افكت هو يكون له افكت واضح لنا يعني اللي راح يكون الافكت ما الافكت اللي راح اللي يكون هو خلينا نقول ياثر لي على الكوندنسيشن تمبريتشر او البارشل بريشر هو اللي مو يجي مباشره ينسحب مباشره بعد الكيروسين مثل هنا بحالتنا يعني النفثه ما ياثر انما ياثر لي الغازولين والستيم. اربرتري The
vapor material that will be condensate at the second or higher draw plate above the plate under concentration may be considered to act as a fixed gases. شوف يعني يقول هنا بهالحالة حالتنا اللي ينسحب مباشرة بعد الصينية المعنية ما راح يأثر، إنما اللي ينسحب بس بعد الصينية الثانية، يعني هنا بحالتنا إن يعني الغازولين والاستيم، بينما النفطة ما راح يكون من اعتبره كفيكسد غازز. Also the vapor consisting the material that is withdrawn from the draw plate above the one under concentration are assumed to have no effect at all of the partial pressure. اللي ينسحب مباشرة ما راح يكون له أي تأثير، إنما بالصينية اللي بعدها. مثلا those in a tower producing عندنا في التاور distillation tower يسحب لنا نسحب من عنده غازولين من أعلى البرج، نفثة كيروسين and gas oil. هاد كيروسين draw plates إذا دار يشتغل على صينية الكيروسين، يعني يشتغل على صينية الكيروسين، the gasoline vapor would be considered as a fixed gases. غازولين هسه إذا رجعنا للشغل هذا الشكل مالتنا، قلنا هنا إحنا نريد نحسب درجة حرارة الكيروسين. هنا اللي يجي مباشرة قلنا ينسحب لأنه يعني قريب، فما راح يكون له تأثير، ما راح نعتبره كفيكسد غازز، إنما راح نعتبر الغازولين البعيد اللي بعد من وراء، وهنا أنا طبعاً الستيم هم اللي يكون متواجد معه، هذا نعتبره هو كفيكسد غازز. شوف هنا إيش قايلين هنا، هذا كيروسين دروبيل، the gasoline vapor would be considered as a fixed gas, whereas naphtha vapor would assume to have no effect on condensation point. Okay, خلينا نأخذ example. هذا عندنا example هنا يقول calculation side temperature. This example is continuating of example one and two. The temperature of the kerosene plate will be computed. Actual temperature equal 420. هنا يقول عندي هذا اعيد حساب درجة حرارة الصينية مع الكيروسين اللي هي actually هو يعني 420، فاحنا راح نسوي recalculation عليه. طبعا هنا نحتاج نعطيكم partial pressure، شقد هنا total pressure على هالصينية، ونعطيكم هنا الديو بوينت بالحساب موجود ان شاء الله بالتفاصيل الاخرى. فراح نجي هنا راح نسوي عندنا هذا نسوي الهيت بالانس على الصينية المعنية، هذه الصينية المعنية. هسه راح نجي هنا شوف هنا بد ملاحظة، تركزوا لي انتوا يعني من نشتغل نرسم المطلوب من عندنا، نرسم البرج نثبت الظروف كلها عليه، ايش قد الكرود اويل يدخل، الستيم ايش قد ندخل، الستريمات كلها ذني نثبتها عنده، ولا عندنا ستريم مفقود همينا نحاول نحسبه. فنجي اول شيء نحدد نسوي بوكس على الصينية اللي نريد نحسبها، نحسب درجة حرارتها، نعيد حساب درجة حرارتها. فهنا أنا عندي الكيروسين. شوف هنا ملاحظ، طبعاً نفس الرفرنس تمبريتشر اللي هي بارازيشن تمبريتشر 576 هنا أنا 576. نيجي هنا أنا على وين هذا الانترفيس اللي لا موجود هنا أنا، اللي داخل البوكس ذني فوق بالمنطقة الفراكشنيتنج هذه طبعا هنا تنسحب كلها الليكويد داخل البوكس. شوف هذا داخل البوكس الكيروسين والغازويل تنسحب ليكويد، يعني تتبرد وتتكثف. اللي تمر على هذا الانترفيس هنا راح تكون درجة حرارتها هي تنفس درجة حرارة الكيروسين، يعني ذين الملاحظات المهمة الثانيين، اللي داخل البوكس راح تكون هي تتبرد وتتكثف تسحب كليكويد، تسحب بال 420 هذا يسحب بال 510 ريديوس كروت، طبعا هو ليكويد ما راح يتكثف. واللي يعبر منها الصينيه هذا اللي هو عندنا غازولين والنفثه والستيم، درجه حرارته هو نفس درجه حراره الصينيه الكيروسين. ملاحظتين مهمه ذني. فنجي راح نقول هيت بالانس اون كيروسين بليت، هنا نشتغل على الكيروسين. quantity of reflex and reflex or vapor reflex must be determined. هسه راح نجي على الكيروسين نسوي الهيت بالانس عليهم. الكيروسين
هنا شو يقول؟ يقول كول كيروسين فيبر، يعني هنا هو هذا كيروسين على هذا الصينية، هذا على هالصينية. ويا شباب وياك دكتور وياك مصطفى وياك، هذا على هالصينية، على هالصينية هذا، على هالصينية هذا. هنا الكيروسين هو ايش قد درجة حرارته؟ هو 286، بس شاف نفسه قلنا على صينية الكيروسين اللي هي 420، فسموه شنو؟ سموه كول كيروسين، يعني أبرد، أبرد من ال يعني 286 هي أقل من 420. إيش راح نقول هنا؟ راح نقول كول كيروسين هو فيبر هنا موجود. شو يساوي لي؟ يساوي لي الماس مالته نعرفه في السبيسيفيك هيت والدلتاتي. مين يقول لي الدلتاتي هنا ايش قد؟ دكتور الرفرنس ناقص درجه حراره ناقص ال 420. ليش ال 420؟ اللي هي درجه حراره الكيروسين. يقول إيه؟ لان هو على صينيه الكيروسين، عافيه على صينيه الكيروسين. زين، نجي بعد منه النفه. النفه نفس الطريقه مو؟ هذا دكتور نفس الحاله دكتور بالضبط. الماس كلهن الرفرنس ناقص درجه حراره الصينيه اللي بها المنتج، عافيه. والكيروسين درجه حراره صينيه الكيروسين دكتور. الكيروسين زين. الغازويل، الغازويل هم نفس الشيء، الرفرنس 576 ناقص 510. ليش ال 510؟ درجه حراره صينيه الغازويل، عافيه، لان هذا ما راح يصعد لي فوق قبل بالضبط. يعني هو هذا داخل البوكس، داخل البوكس مثل ما قلت، عافيه، داخل البوكس، عافيه. راح يجي ريديوس كرود، ريديوس كرود هو ليكويد هنا صحيح، ما صعد هو يعني يعني هو مباشره من دخل للستيليشن تاور هو نزل كليكويد، ف576 ناقصا 510. اوكي هسه نجي للستيم، الستيم هم اللي موجود عندي حيصعد، ايش قد دخل هو بها درجه حراره؟ 535 ناقصا، وين راح يشوف؟ ناقصا 420. اذا هو هم انا موجود على صينيه الكيروسين صحيح دكتور. الملاحظه ذكرتها قبل شويه، عافيه، بني كلهن ننتبه لهم اللي هو الستيم والغازولين والنفه. زين هسه نجي الملاحظه الثانيه اللي ذكرتها، اللي داخل البوكس يصير بيتكثف، من اللي يتكثف؟ اللي فوق البوكس يصير بخار يتبخر، عافيه. اللي داخل البوكس تكثف، منو عندي تكثف؟ تكثف الكيروسين اضربه بالام لندا مالته والغاز اويل ام في اللندا مالته، واضح؟ اجمعهم كلهن راح يصير عندي ريفلكس هيت ات كيروسين بليت. هسه راح نحسب هنا شنو؟ نحسب مول انترنال ريفلكس، مول انترنال ريفلكس اللي شو يساوي هنا؟ معتبريه هنا راجع حار. شلون نطلع عدد المولات؟ الكيو الكليه اللي حسبناها شنو عندنا هنا؟ مقسومه على لندا على المولكيولر ويت مال كيروسين، صار عندي 78.6 مول. اوكي زين الفيكسد غازز عندي هنا، فيكسد غازز عندي من اللي اثر هنا؟ من يقول لي من يؤثر على صينيه الكيروسين؟ من الفيكسد غازز هنا اذا بدي اشتغل على صينيه الكيروسين دكتور؟ النفه، لان النفه لا ما تاثر، الغازولين والستيم، عافيه، لانه النفه مباشره بعدها تنسحب، فالغازولين والستيم. الستيم عرفنا من ذاك السؤال حسبنا ايش قد؟ 31.5، والغازولين 31. اوكي صار عندي 62.5، هذا الفيكسد غاز. اجمعه ويا الانترنال ريفلكس مال الكيروسين، صار عندي 141.5، هذا توتال مول فيبر العصينية. زين راح نعطيكم التوتال بريشر على صينيه الكيروسين 980، هاي جيفن نعطيكم اياها. فراح نحسب البارشل بريشر مال الكيروسين اللي هو الجزء على الكل، 78.6 على 141 في التوتال بريشر، يصير عندي 530 مليمتر زئبق، هذا البارشل بريشر. اطبق هاي العلاقه اخذناها لين في على بي نوت يساوي ار لندا على الار، واحد على تي نوت ماينس واحد على تي. اوكي ننطيكم هنا طبعا لازم ننطيكم الديو بوينت، التي نوت، تي نوت هي هنا 445. اوكي فراح يصير عندي لين
530 هذا بارشل بريشر مال الكيروسين على الضغط الجوي. هاي عندي 100 الموليكولر ويت، وهاي عندي اللندا، وهذا اللندا العفو هذا الموليكولر ويت على الار يساوي 1 على 445 الديو بوينت زائدا 460 ماينس 1 على تي، فراح تطلع لي التي حتطلع لي 414. هذه يسميها الكالكوليتد، هذه يسموها الكالكوليتد الاكتشو. ايش قد منطيني اياها؟ 420. اذا قريبة تكون عليها. واضحة هسه؟ تمام دكتور، عشت ايدك. ماشي، هسه راح نجي للجزء الاخير اللي هي راح نسوي calculation of the diameter of distillation tower. طبعا هذا اكو علاقة، هنروح على العلاقة وبعدين ناخذ الاكزامبل. العلاقة شو تقول؟ هاي العلاقة اللي طبقوها يقولون بها W على A اللي هو الماس فلكس، الماس فلكس يساوي K constant، العلاقة اللي هو هذا يعتمد على السبيسنج، المسافة بين كل بليت وأخرى constant K تحت في تحت الجذر رو of vapor، رو of vapor density مال vapor، في نفتح قوس الفرق بين الرو of liquid ناقص الرو of vapor، نطلع من عنده الماس فلكس وعندي الماس اقدر اطلع الاريا واقدر اطلع بعدين الدايمتر. فالعلاقه كلش بسيطه. بس هسه نجي هنا كيف نحسب الرو مال الفيبر، كيف نحسب الرو مال الفيبر. طبعا هذا الحساب مبني على اللي خلينا نقول الفيبر والماس في اعلى البرج، الماس والفيبر في اعلى البرج. فنيجي هنا نحتاج نحسب الرو مال الفيبر. كيف نحسبها؟ نحسب الفوليوم مال الفيبر ونقسم الماس على الفوليوم، نطلع الرو مال الفيبر. فهنا بس هنا عندنا الرو اوف فيبر الحساب مالته. ثاني يجي هنا تذكرون من قلت لكم شنو موجود عندنا على البرج واحد من شو اسمه، قلنا لكم موجود عندنا الغازولين والمول، هنا راح يفرض هات ريفلكس والمول ستيم، ثلاثه ذني موجات على البرج. تذكرون المحاضره السابقه قلت لكم على البرج يكون اللي حيرجع واللي حينسحب من الغازولين والستيم، ذني ثلاثتين، وهذا الرقم تذكرون على 203.5. اذا رجعتوا للاكزامبل الثاني عندنا هذا واضح اللي هي المول غازولين اللي هي 31 هذا حينسحب كبرودكت، و141 هذا هو الراجع كرفلكس، و 31.5 هو كستيم. اذا يصير عندي التوتال مول، توتال مول من الفيبر 203.5، ضغط عندي 780 درجة الحرارة 286، نحسب الفوليوم أو فيبر. كيف نحسبها؟ في في إكوال عن آر تي، عندنا عدد المولات وعندنا الآر، هذا الآر هنا حسب الوحدات، أكو وحدات 379 يكون الآر، التي 286 حول الرانكين أوكي، وعندي هنا وقسمها على 520 هاي وحدات يعني تشوفوها يقدر واحد يشتغل بيها شو اسمه، والبريشر هو 780 ايضا نقسمها على 760، فطلع عندي فوليوم اوف فيبر 107600 كيوبك فيت، طلع عندي الفوليوم اوف فيبر. زين الماس ايش قد مالته؟ هنا الماس كنا موجود على البرج موجود عندنا الغازولين وموجود عندي الماس اوف هاتفلكس وموجود عندي ماس اوف ستيم، صار عندي اجمعهم كلهم بالنهايه من السؤال السابق، واذا ما موجوده عندي جزء نعطيكم هذا لازم نرجع على الخطوات نحسبها. عندي 19480 باوند بير اور، هسه اقدر اطلع الرو اوف فيبر اللي هي الماس على شنو الفوليوم، وطلع عندي الرو اوف فيبر 0.181 باوند كيوبك فيت، طلعني الروما الفيبر. الروما الليكويد هذه أعطيكم إياها يعني الروما الليكويد اللي هي 42.7 باوند بير كيوبك فيت. أجل العلاقة مالتي أطبقها اللي هي هذه الماس فلكس الكي أعطيكم إياها 735، فراح يصير عندي الماس فلكس 2040. شوف شنو وحداتها باوند أور وتسكوير. عندي الماس موجود حسبته من هاي الخطوة اللي هو 19480، أقسم
الماس على الماس فلكس، فطلع عندي الاريا 9.55 سكوير فوت، طلعت عندي الاريا. هسه من الاريا اقدر اطلع الدايمتر، اقدر اطلع الدايمتر، طلع الدايمتر 3 امتار 3.5 فوت. هذا غلط هنا عليه. شوي صلحوه هنا، مو كيوب فيت هذا، هذا صلحوه. اوكي هذا هنا عليه تصلح هذه. اوكي احنا شنو المطلوب من عندنا؟ راح نشيك نشيك الفيلوسيتي مال البيبر، نشوفه بالمسموح لو لا. فراح في اثناء عندنا الفوليوم، فوليومتريك فلوريت اللي حسبناها من الخطوه السابقه على الاريا، واقسم على 3600 هذا هنا بالاور، احوله بالسكند، فيطلع عندي 3.23 فوت على السكند. اذا هذا هو، اذا هذا هو مقبول، يعني يفترض مثل جاوز 3.5. اذا هنا الحل مالتنا صحيح. اكو اي سؤال؟ اكو اي سؤال شيء ما مفهوم حتى نلتقل لل... اكو اي سؤال؟ واضح دكتور، لا ماكو سؤال. هو راح نعطيكم ان شاء الله، ادز لكم هومور تحلون، واذا اكو اي صعوبه حتى شو اسمه ان شاء الله دكتور. انا هذه الصراحه اسوي ستوب للشيرنج حتى اعرض لكم الجزء الثاني. هذه راح ادزت لكم اياها البارحه.